إلى بغداد معالي السفير أحمد الرويدي سفير دولة فلسطين بالعراق. إذن طالبت مصر اليوم في مرافعاتها أمام محكمة العدل إسرائيل بضرورة احترام القانون الدولي. كيف تسهم الضغوط المصرية في دفع المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حاسم؟ أولا مساء الخير لك ولضيوفك الكرام وللمستمعين. الحقيقة نحن أمام مشهد قانوني مهم جدا من أعلى محكمة في العالم، هي محكمة العدل الدولية في لاهاي، وهذه القضية تأتي تباعا بعد القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا والمتعلقة في ارتكاب الإبادة الجماعية وما يحصل ضد الشعب الفلسطيني تحديدا في قطاع غزة. والآن نحن في قضية لها علاقة بتحديد الطبيعة القانونية للاحتلال، هل هو احتلال كولوني، تمييز عنصري، أبارتهايد؟ يعني لابد من أن يكون هناك تعريف لهذا الاحتلال، ونحن في هذه الخطوة القانونية نسير جنبا جمع الخطوات السياسية اللي عنوانها الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وبغير ذلك لا يمكن أن يكون هناك قبول بأي مسار سياسي، وهذا ما علاته القيادة الفلسطينية وعلى رأس الرئيس محمود عباس فيما يتعلق بموضوع إنهاء العدوان وإدخال المساعدات والاعتراف بدولة فلسطينية دون الدخول بمفاوضات جديدة. يعني ما نطلبه الآن هو أن تكون هناك دولة دون أن ندخل بمفاوضات تستمر إلى 30 عام كما كنا ما بعد أوسلو. لذلك المطلب أن يعترف مجلس الأمن بهذه الدولة ويعترف بدولة فلسطين ككامل عضوية، وأن تتحمل إسرائيل مسؤولية كاملة كجزء من منظومة الأمم المتحدة بانسحابها من الأراضي التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس المحتلة. لذلك تأتي المرافعات الآن في إطار تعريف هذا الاحتلال وتعداد لماذا يسمى احتلال، وهو أصلا جاء وفقا لتعريف اتفاقية لاهاي للاحتلال الحربي. إسرائيل احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية باحتلال عسكري، وبالتالي وجودها هناك معروف بالنسبة لنا، لكن لابد من قرار كان يصدر عن هذه المحكمة، وهل للعلم بطلب من الأمم المتحدة. المرافعة المصرية اليوم هي تأتي في إطار هذا الموقف المصري الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني، وهو موقف ليس بالجديد. يعني جمهورية مصر دخلت في حروب عدة من أجل القضية الفلسطينية، وكان لها مواقف دائمة وداعمة للشعب الفلسطيني، لها دور أيضا في إنهاء الانقسام وبالتالي في لملمة الجراح الفلسطينية، لها الآن موقف فيما يتعلق بإنهاء العدوان وإدخال المساعدات. وبالتالي نحن ندرك أن جمهورية مصر بما تمثله من قيمة عربية ودولية، وهي في بعدها الذي تمارسه على المستوى الدولي، أنها تستطيع أن تقدم إنجازا مهما سواء في المستوى السياسي أو في المستوى القانوني لما لديها من خبرات كبيرة. لذلك كما ذكر من تحدث قبلي الدكتور عندما قال نحن أمام وثيقة تاريخية، بالفعل نحن نتحدث عن وثائق تاريخية مهمة جدا تقدم تباعا من قبل الدول التي تعترف بالحق الفلسطيني وتفهم أن ما يجري هو محاولة إبادة بالمعنى الحقيقي، ونحن أمام احتلال يجب أن يزول. ومع ذلك وحتى لو لم تكن يعني إسرائيل طرف في هذه الدعوة أو لا تريد المشاركة فيها، لكن نعلم أن هناك بعض الدول لديها ستقدم إفادات، ونحن للأسف نشعر بأن هذه الدول لم تصل بعد إلى احترامها لنفسها واحترامها لمفاهيم الحرية والديمقراطية والقانون الدولي وحقوق الإنسان، والذي أشبعتنا حديثا فيه وكنا نتحدث في أكثر من مقابلة ومنها معكم عندما قلنا عن ازدواجية المعايير وهذه العقلية الدولية التي لا زالت تعطي الضوء الأخضر. فتقصد معالي السفير أيضا بالربط الأحداث استخدام يعني الولايات المتحدة أمس الثلاثاء حق الفيتو ضد المشروع الخاص بالجزائر لوقف الحرب، هذه أيضا نقطة يجب الوقوف عندها معالي السفير. أنا هذا صحيح، لذلك ذكرت في نهاية حديثي أنه الفيتو الأمريكي بهذا التوقيت وبهذا المشهد في ظل حرب يعني وعدوان واسع على الشعب الفلسطيني سواء بغزة والضفة الغربية والقدس وإن كان في غزة الأوسع، يعني يؤكد أن هذا عالم للأسف هو عالم بمعيارين. الدول تشبعنا حديثا عن حقوق الإنسان والديمقراطية واحترام القانون الدولي وحفظ الأمن والسلم الدوليين، وعندما تأتي إلى الحقيقة تشاهديها في هذا الموقف. لذلك أنا أقول بشكل واضح
نحن فلسطينية مستمرين في العمل في الإطار السياسي، وموقفنا واضح وتم إعلام كل الأطراف فيه بما فيها الإدارة الأمريكية، وأيضا في المسار القانوني سواء في المحكمة الجنائية الدولية أو في محكمة العدل الدولية. وشكرنا جنوب أفريقيا في القضية التي رفعتها بخصوص الإبادة الجماعية. طيب معالي السفير، قبل أن ننتقل إلى القدس المحتلة وننتقل من هذه النقطة، ولكن بالحديث عن ما حدث بالأمس فيما يتعلق بالفيتو، التصريح من ضمن تصريحات الأمريكية في هذه الجلسة أن الوقت ليس مناسبا لإقرار وقف إطلاق النار في غزة، برأيك متى يكون الوقت مناسبا لأمريكا؟ شوف، للأسف في الولايات المتحدة تعمل على إدارة الصراع ولا تريد حل الصراع، وبالتالي كل مواقفها اللي أعلنت في المرحلة الماضية حتى من 7 أكتوبر حتى اللحظة هي لمحاولة إدارة الوضع في منطقة الشرق الأوسط بما يخدم مصالحها، بما فيها مصلحة حماية إسرائيل باعتبارها أنها أكبر داعم لها، وهي التي توفر لها الغطاء السياسي والقانوني في كل المراحل. لذلك حتى اللحظة ليس لدينا وهما أن الولايات المتحدة ليس لديها أفق سياسي واضح ينهي الصراع ويعترف بالدولة الفلسطينية. هناك بعض التجميل في بعض الكلمات تقدم على لسان وزير الخارجية والناطق باسم البيت الأبيض، وأيضا في المقال نشره الرئيس بايدن والذي تحدث فيه عن حل الدولتين، لكن لا يوجد خطوات عملية فعلية قدمت لنا تشير أن حل الدولتين حل قادم. نحن لا نريد شعارا حل الدولتين، نحن ما نريد خطوات فعلية عملية على الأرض تجسد حل الدولتين على الأرض، بمعنى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بما فيها القدس عاصمة، وبالتالي هذا المعيار السياسي المقبول دوليا، ونحن جزء من هذا المنظومة الدولية وقلنا موافقين. لكن بالولايات المتحدة وحتى بعض الدول الأوروبية لا تشعرين بالمطلق بأنها تتخذ خطوات سياسية فعلية لتطبيق حل الدولتين على الأرض. يعني الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالدولة الفلسطينية حتى اللحظة، وبالتالي محاولات تجميل الموقف ببعض المصطلحات الإيجابية لا تغنينا عن الحقيقة.